السلام عليكم، مرحبا بكم لسجاج كات توجور مع جديد واخبار شباب القبائل. قائمة المستدعات لمواجهة وفاق سطيف غدا ان شاء الله، اعطيونا رايكم فيها، ديرونا لايك الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. عندنا في حراسة المرمى رحماني وحديد وبن رابح، عندنا في الدفاع قتان نشاط سياد وبوهكاك بن زايد، في وسط الميدان عندنا بن داود ماطلة أميريش بوخشوش وأيتتمان، في الهجوم مواقب وعليا أرجم موصوفة عمران بركان وماتوتي. هذه التشكيلة المستدعات، مباراة صعبة وصعبة للغاية، في رأيكم هل ينجح روي ألميدا في هذا التحدي الأول له في بطولة ربما لا يعرفها وفي مباراة صعبة للغاية؟ نتمنى التوفيق فيها لشبيبة القبائل. لايك الفيديو، ابوني في القناة، واتركوا لنا تعليق.